إلى عضو تكتل لبنان القوي أسعد درغام. صباح الخير. نور لعليك ولصديقنا الاستاذ بسام وللمشاهدين. أهلا أستاذ أسعد. أستاذ أسعد، بفتكر الكل كان ناطر ماذا سيقول أمين عام حزب الله، قال اللي قاله. هل قريتوا كلمته فيها رسائل مباشرة؟ يعني ما بدي أقول ضدكم، بس واضح كان موقفه، لا انه ما تلبيه ضمن اطار مبادره الرئيس بري، وبيقلكن صراحه ما في حدا يجي يقول منقبل باللي بيقبل فيه حزب الله، لانه ما فيكن تقبلوا بما يقبل به الحزب. تعليقكن كتيار. يعني اولا بما يخص خطاب السيد حسن وقوله هيدا الشيء انه نحن يعني ما بنقدر نقبل باللي بيقبلوه هو بيقبلوه يعني حزب الله والثنائي الشيعي، بعتقد يعني كمان كان عندهم اولويات، وشفتهم يعني وسمعتهم بالمداخله واللي قالها الاستاذ بسام، وانت كمان بما يخص وزاره الماليه على ايام حكومه مصطفى اديب، بعتقد كل واحد عنده الاولويات تبعيته، وطارت حكومه مصطفى اديب من وراء التمسك بوزاره الماليه، يعني كل واحد عنده الاولويات تبعيته. هلا بدنا نجي ننتقل على الشق الثاني بخطاب السيد حسن، اللي هو قطع الطريق على الناس اللي حاولوا يصطادوا بالماء العكر ويقولوا انه نحن سلمنا امور المسيحيين الى حزب الله. وكان خطابه وكان كلامه واضح بهذا الاتجاه، والكلام الايجابي اللي قاله كمان بانه اليوم يجب المحافظه واحترام صلاحيات رئيس الجمهورية. أنا بعتقد حاول يرضي جميع الأطراف، والأين يعني من خطابه والتمسك من خلال التمسك بمبادرة الرئيس بري، وأنه هن ما بيقدروا يعني هيدا التحالف القائم بين الثنائي الشيعي، هيدا هن عندهم إياه من الأولويات. وعلى كل حال كلام الوزير بيسيل ابدا ما كان بيقصد فيه انه هو التفضيل، يعني الدعوه الى حزب الله، ان المفاضله بيننا وبين الرئيس بري، ونحن عارفين انه حزب الله لا يمكن انه يوصل لهيدي المرحله ويفاضل احد على اخر، والوزير بيسيل اذكى من انه يعني يكون قد طرح هذا الشيء وانه على حزب الله ان يختار. حزب الله إذا بدنا نقول يمكن حاول يمسك العصا من الوسط ويقدر يرضي جميع الأطراف، بس أنا اللي بقول لك إياه إنه واللي قلتي أنت كرمال الأولويات عندهم، شفنا إنه كل فريق عنده الأولويات المهمة والأولويات المستعد إنه كان يلغي حكومة حتى يحافظ على وزارة المالية. وهنا بوافق الأستاذ بسام أبو زايد أنه اليوم مش المشكلة بالحكومة وبأسمائها وبأشخاصها، المشكلة الكبيرة والأساسية هي هل تغيرت عقلية الطبقة الحاكمة اللي وصلت لبنان بس أستاذ إلى أسعد، هذا. يعني عم بتقول انه ايه في اولويات عند حزب الله، وكان واضح انه هو مستعد يلغي الحكومه ليضل ممسك بوزاره الماليه. لا انا اللي بدي اقول كل واحد كان عنده اولوياته، ومش هاي الاولويات يعني هيدي حقيقه، ما فينا نيجي نقول للناس، وانا مش عم حلل، انا عم بعطيكي حقيقه انه اولويه حزب الله بالنسبه للتمسك بوزاره الماليه، طيب هيدي لا موجوده باتفاق الطائف ولا موجودة بالدستور، والرئيس بري اللي كان عم بيقول انه يعني في ناس عم تخلق اعراف جديده، التمسك بوزاره الماليه هو خلق اعراف جديده، ما بحق لاي طائفه او اي مكون او اي حزب انه يتمسك باي وزاره، ولا حتى نجي نقسم هالبلد كله سوا، انه انتم قلتوا الوزاره هي وانتم قلتوا المركز هي وخلص نمشي بهيدا الاساس. هون بدنا نركز، وانا بدي لك اوضح من هيك، هيدي العقلية الحاكمة واللي وصلت لبنان إلى ما وصلنا إليه مش رح هي ذاتها تقدر توصل لبنان وتشيله من هذا الانهيار إذا ما غيرت العقلية وإذا بس ما بس غيرت. بس اليوم هيدا تصويب، كلامك يعتبر تصويب على حزب الله انه هيدي العقلية بالتمسك بوزارة المال واللي صار. مش المشكلة
تتوضح بس لأعرف الموقف الدقيق. المشكله مش بس قصه وزاره المال، القصه العقليه اللي عم نطالب فيها. طيب بكيفيه بناء الدوله، ايه نحن في اختلاف بوجهات النظر بيننا وبين حزب الله بكيفيه بناء الدوله. طيب انا بدي اقول لك اليوم ما بقى خافي على حدا، مين الخط الامامي والمدافع اليوم عن هالمنظومه اللي قدرت توصل لبنان لهون؟ هو الرئيس نبيه بري. ما نحن اليوم بدنا نعترف وبدنا نقدر نيجي نقول للناس اليوم الرئيس بري عنده ما يكفي من الكفاءات، عنده ما يكفي من الكفاءات بحركة أمل أنه تقدر تقوم بمراكز المسؤولية، ولكن هذا يحتاج إلى قرار أنه نحن عن جد بدنا نبني دولة. لحد اليوم مش شايفين هيدا أنه نحن عن جد بدنا نعمل دولة. يعني هلا اليوم مش شايفين مش بعد كل هالتاريخ انه الرئيس بري قادر اليوم يعمل دولة، يعني بعد كل تسلم لا. الرئيس بري هذا هو اليوم اللي عم اقول لك اياه انا، انه بعد ما كل شيء وصلنا لهون ايه؟ هلا نحن عم نيجي نقول انه اليوم الوزراء الثنائي اللي بده يسمينه الرئيس بري والرئيس الحريري والوزير جنبلاط والوزير فرنجي وهون، انه هلا هن يا هيدي ما حكمت لبنان من التسعين لليوم، هي ذاتها بقى ترجع وصلت لبنان الى الانهيار، هيدي الطبقه وهيدي الناس هي ذاتها بقى ترجع تشيلنا. انا بوافق الصديق بسام ابو زيد انه اليوم بده يصير في تغيير. اليوم عملنا حكومات التوحده الوطنيه وعملنا حكومات شارك فيها كل الناس، حتى الحكومه تبعت حسان دياب ما كانت من فريق واحد، شو قدرنا انجزنا؟ ولا شيء. عم تحكي على العقلية يا أستاذ أسعد اليوم، بس بسام أكيد بيقول لك بفتكر إنه بيعتبر كمان التيار ضمن هيدي المنظومة كلها، تيار الوطن الحر مثل الرئيس بري مثل حزب الله مثل تقدم الكل. أكيد نحن بنتحمل جزء من المسؤولية على قد مشاركتنا بالقرار، بس نحن ما بنتحمل كل المسؤولية. كل واحد شارك بالحكم هو مسؤول. انا مسؤول، بس انا ما بتحمل المسؤوليه اللي وصلنا لهون. نحن حذرنا المسؤوليات متفاوته، بس كل من شارك في الحكم هو مسؤول. بس استاذ اسعد، يعني انتم ما بتوافقوا السيد نصر الله عندما قال انه ما حدا يقول تقبلوا بما يقبل به الحزب، يعني صح؟ يعني انا يعني اليوم كمان يمكن حزب الله عنده اولويات مختلفة وحقه يكون عنده هيدي الأولويات المختلفة. أنا اللي بدي أقول لك إياه، حتى يحافظ على هيدا التحالف اللي هن بنظر يعني اللي بنحترم هيدا الشيء، التحالف المقدس الموجود بين الثنائي الشيعي، وأنا بقول يمكن من أحد الأسباب اللي هن قبلوا بكل شيء كان يقبله الرئيس بري، والرئيس بري كان يغطي الوزير الرئيس الحريري، والرئيس الحريري يغطي الوزير جنبلاط، وهيدي هيدا هالعملية هيدي هالمنظومة هيدي كلها سوا من أحد الأسباب ما خلتنا نعمل دولة. أستاذ أسعد، اليوم الأمين عام الحزب يعني قال إنه هن رح يلبي دعوة الوزير باسيل، استعانة الوزير باسيل بصديق وبشرفه، ولكن الإطار هو مبادرة الرئيس بري. يعني أنتم اليوم بتعتبروا الرئيس بري منه وسيط عادل ونزيه كما تقولون، صح؟ صحيح. أنا بدي أقول لك كمان حتى مؤتمر صحفي للوزير باسيل كمان حلق جدار يعني بالمؤتمر اللي عمله بالطريقه اللي توجه فيها للبنانيين وخاصه لحزب الله، يعني حتى نقدر يحرك الملف الحكومي ونقدر نوصل الى تاليف حكومي. وهون بتتضح النيات انه الموجوده، هل فعلا انه هناك العقبات هي بس عقبات داخليه ام انه يوجد عقبات خارجيه، وعم نستعمل الملفات اللبنانيه او انه الخلافات اللبنانيه نحطها حتى نخترعها كحجه بعدم تأليف الحكومة. نحن اليوم خلينا يعني السيد حسن قال انه هن رح يستمروا بالمشاورات اللي كان مع فريق رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية او مع الرئيس الحريري وفريقه حتى يقدروا يوصلوا الى حكومة بتوافق عليها. بس يعني انتم ما في مشكلة تكفوا نقاش على قاعدة مبادرة الرئيس بري الـ24، صح؟ نحن ما عندنا مشكلة بأي مبادرة بتمتلك كائنا من كان، المهم نقدر نوصل
إلى خواتيم سعيدة بعملية تأليف الحكومة. اليوم ست جوال الدولار هلأ ب 17500. صح مزبوط مزبوط. يعني العالم بفتكر مبالغ الحكومة كبيرة. نظرك إنه الناس فرقاني معه بقان الناس صارت بمكان آخر. أنا حتى من خلال المنبر عندك بدي وجه دعوة لوزارة الداخلية ولو وزارة الدفاع ورئيس الحكومة، يا جماعة نحن بعكار عندنا 50-60 شخص هن يعني اليوم متمسكين برقاب 600,000 وعم يحتجوا حرية 600,000 مواطن. اليوم للمحروقات عم توصل لعنا، وللأدوية عم توصل لعنا، وللمواد الغذائية عم توصل لعنا. هل نحن سلمنا أنه عكار أصبحت خارج الخارطة اللبنانية وأصبحت منطقة معزولة عن لبنان؟ اليوم كل يوم مشاكل أمنية واشتباكات مسلحة، وبنفكر حالنا بأيام الحرب الأهلية. هل أنه الدولة اللبنانية اللي فيها نصف عدد الأجهزة الأمنية من عكار كتسلمت أنه تتخلى عن عكار؟ بس شو بتطالب، شو بتطالب الأجهزة؟ بس لحظة بس أستاذ أسعد، لا أفهم عليك، شو بتطالب اليوم تناشد إنه شو يتدخلوا بعكار؟ شو بدك بالضبط؟ قطع الطرقات اليوم عكار الشريان الأساسي، لأنه هني الطرقات اللي بتوصل على عكار. نحن اليوم محتجزين، الدولة أخذت قرار أو إنه ما فرقاني مع إنه تتخلى عن عكار. إذا هيك هي قرار الدولة تجي تقلنا ما عم وفر حدا، كل الأجهزة، كل الوزارات، كل المسؤولين. حرية 600,000 شخص بعكار محتجزة، عيب. وين مقطوعة اليوم الطرقات؟ اليوم بتنقطع بالداوي، وبتنقطع بحنين، وبتنقطع بالعدة، بتخلص من واحد بيفتحوا طريق بتسكر تاني. ويا ست جوال أنا امبارح كنت جاي على عكار، وصلت على 10 أشخاص، يا عمي 10 أشخاص بيحتجزوا حرية 600,000 واحد. طيب انا على امل توصل، يعني توصل هالصرخه، بس كمان بمطرح ثاني بيقولوا لك انه ما بقى فيه العالم، ما بقى قادرين، بدهم يعبروا عن صرخه، بدهم يعبروا عن وجع، ما بقى اليوم في اليوم مياه لقبيات، مياه لقبيات بتغزه كل تضيع بالمي، ما بقى عندهم فيول. حكاني المسؤول عنهم قال لي نحن ما بقى عندنا مزود لنضخ مي. طيب هيدا هل المطلوب هيدا؟ بدي على امل انه تنحل هذه المساله. بدي اختم معك حكوميا بما قاله السيد نصر الله عن 3 ثمانات، انه هيدي خبريه 3 ثمانات صيغه مثلثه ومرفوضه، مش مزبوط واوضح كيف يعني التقسيمات. شو تعليقكم؟ هيدا كلام ايجابي على انه رفض هذا، يعني من الايجابيات اللي قاله السيد حسن هو رفضه لمبدا المثلثه. هيدي هواجس عند المسيحيين وهواجس عندنا نحن كمان، انه ما نوصل انه لطرح هيدا المثلثي، لانه الطرح بس مجرد طرح المثلثي رح يقود فريق الى اللبنانيين، ربما لطرح معادلات ومشاريع اخرى، وممكن نروح يعني الى ابعد الحدود بهيدي الطروحات. هي الطروحات بقى هيدا من الاشياء الايجابيه بخطاب السيد. هلا بس عم تضحك لما قلت هيدا كلام ايجابي، وبفتكر بده يقول لك انه صيغه 3 ثمانات، هو يقول السيد نصر الله هي منا متالته، وانتم كتيار او الوزير باسيل قال بوضوح هيدي الصيغه متالته مقنعه مرفوضه. يعني اليوم بالطريقه المطروحه فريق الرئيس بري وثنائي الشيعي وثماني أتار اليوم هيدا الفريق هذا زعمه الرئيس بري. يعني اليوم بغض النظر على الاشخاص بنعرف انه هيدا الفريق هذا زعمه الرئيس بري، وفريق اللي عم يتزعمه الرئيس الحريري، ونحن الفريق رئيس جمهورية ثماني. وهيدي نوع يعني اليوم عندنا هواجس مشروعه انه هيدي نوع من المثلثه المقنعه، وهو وضحها. نحن نتمنى انه تترجم هيدي بعمليه تاليف الحكومه. يعني ما يعني بعدكم تعتبروا هيدي 3 ثمانات بلا مثالثه، صح؟ يعني نحن بنعتبر فريق الرئيس بري والرئيس بري بالتحالف الموجود مع الوزير سليماني فرنجي والحزب القومي، هيدا الفريق يقوده الرئيس بري، وفريق الرئيس الحريري اللي بده تكون وزارات، وهيدي نوع من المثلثه. بس طائفيا مثل ما قال السيد نصر الله منا مثلثه، يعني عندك بفريق الشيعه اذا بدنا نحكي، طب سليمان فرنجي يعني من المسيحيين، اذا بدي احكي عند السنه دروز وليد جملط.
الوزير بيسيل اللي قصده هي المثلثة، المثلثة بصناعة القرار، يعني مش المثلثة اللي مكتوب على تذكرته مسيحي، المثلثة بصناعة القرار هيدي اللي تقود بالمرحلة القادمة أنه إلى المثلث الطائفي. هلا 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 طلعت وضحت انه المثلث بصناعه القرار، عندك هيك زوريب بتطلع منهم. اسعد درغام انا بدي اشكرك وبشهد لك فيها، شكرا لك على هذه المداخله عبر هوا الاو تي في. شكرا لك.